بسم الله الرحمن الرحيم. زين، هذا واحد واحد، شنو اللي افتهمتوه من هذا السؤال؟ انا دا اقصد على هذا السؤال. وين الباقين؟ اجي على محمد خلف. محمد خلف، شنو هذا؟ شنو اللي افتهمته بهذا السؤال؟ بس يعني واحد واحد اسئلة دا افتهم من عنده، شنو هذا؟ من طينه كودات. زين، عمار جهاد، شنو السؤال؟ وبعدين نطرح من المجموع الكلي، درشاد سولف لنا شنو اللي افتهمته من هذا السؤال. عوف يا درشاد، احنا دريد اني دا اريد اليوم دا افكر وياكم بصوت عالي يا شباب، دا نريد نفكر بصوت عالي، دريد نحل الموضوع، يعني نحل الامتحان سوا. عوف الامتحان، لا حد يقول لي ايش كتبت بالامتحان، واضح؟ الكل موجودين، ما حد يحكي لي بالامتحان ايش كتبتوا، ولا احد مثلا من راح احل الاسئله راح يقول لي ها مو اني مثلا ما حليت مثل هذا، لا انا حليت نص هذا، واضح؟ your exam is from the past، يعني شنو؟ very good and we born today، احنا اليوم دريد نحل، حتى احنا دريد نحل حتى دا نتعلم، يعني نتعلم مو افضل، يعني انتو سؤال احنا مو افضل نحل، نعرف شنو طريقة الحل، نفتهم الاسئلة اللي دا يجيب لنا اياها دكتور ايهاب. حتى مثلا اكو عندنا امتحانين ان شاء الله، بعد بس 3 امتحانات ونخلص من المايكرو بروسيسر. لو ما نحل الأسئلة، شنو اللي تشوفون؟ طيب، فالمطلوب من عندكم انه ما نفكر انه شنو الحل، وما نفكر شنو نقوم نقارن. زين، صباح موجودة؟ سولفي لي صباح، شنو اللي افتهمتيه؟ زين، عامر، عبد الوهاب، اكو شيء تضيفه له؟ لا. زين، هسه راح اقول لكم شنو اللي رايده بهذا السؤال. اللي رايده بهذا السؤال قايل لك اكتب اسامبلي كود، يعني اكتب لي برنامج. شنو البرنامج؟ يلقي سميشن، يعني مجموع 3 قيم، ما جايب انا طار الريجسترات، 3 values، ومنطيكم قيم الفاليوز 1 2 3، تمام؟ تمام. زين، بعدين ايش قايل لكم؟ increment 1 to the summation result. هنا اني بسهل الموضوع عليكم، يعني مثلا انا لو قايل لكم increment ومغير القيمه، وانا مو increment مثلا، ليش؟ مثلا انا من قلت لكم increment 1 ايش راح تسوون؟ المفروض المنطقي تستخدم اعاز INC وتخلي الريجستر اللي خليت به القيمة النهائية، هذا إذا انكريمنت. طيب إذا أعطيتكم قيمة مثلا، خلي نفرض مثلا كتبت لكم زيدوا المقدار بمقدار AFH، راح نقدر نستخدم انكريمنت يا شباب؟ لازم شو نسوي؟ add، لا add ما لك علاقة بالطرح،
نرجع على الشغل القديم احنا بدنا نشرحهن زين. المن قايل لك انكريمنت واحد المن للسماش الريزلت يعني المجموع مال ذول الثلاثه زيد لي اب واحد مفهوم افتهمنا اللي هنا شنو الموضوع؟ نعم زين قايل لكم ذين سبتراكت تو فاليوز اوف ذا فاينل ريزلت اطرح قيمتين اطرح قيمتين من الفاينل ريزلت احد سمعني قايل الطلبة اطرح اثنين لا انا ما حددت انا اريدك تطرح من القيمة النهائية قيمتين اكو بعض الحلول اكو بعض الحلول شو مسوين مسوي ديكريمنت مرتين مسوي ديكريمنت مرتين بعض الحلول زين لكن هو مو هذا الصحيح المفروض الصحيح شو يسوون المفروض من نوصل للموضوع انه نطرح اول مره نسوي سب اي قيمه بعدين نسوي اس بي بي اي قيمه وخلصت مفهوم السؤال والحل مالته لو لا زين خلي نجي نسوي رن على ال 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 الحل مالتنا recent file هذا لا مو هذا اها زين هذا الحل بالنسبة للي قالوا نستخدم ثلاث ريجسترات لا ما نحتاج ثلاث ريجسترات يعني راح يقول لي غلط اقول له اي انا في وقت يعني بهذا الوقت ما راح اعتبرك يا غلط بس كما بنفس الوقت ما اعتبرك يا فول صح ليش لان هنا انا بستخدم كم ريجستر يا شباب ودي يؤدي الغرض لو لا ليش دا استخدم بعد ثلاث ريجسترات من يقول لي شنو الغلط اللي موجود هنا هسه اوكي خلينا نسوي رن خلينا نسوي رن ها تشوفون الايرور شنو لوش هذا الايرور هذا فيري جود فيري جود عبد الوهاب طبعا هاي سام سول فيها يعني ترى سابقا مو يعني زين سوي له ايميوليت نفس الحاله طينا صفر طبعا هاي بس لما يكون عندك هكسة بالارقام يعني تلاحظون هنا ما اعترض زين سوينا رن assembled زين خلي احليكم يا بالطريقه قبل لا أنا كان مفروض افتهمتوا شنو الغلط اللي كان موجود شباب شنو الغلط اللي كان موجود يعني هسه لو سوي كنترول زد ها ليش الفارزة يعني شنو المشكلة بالفارزة لأنه هو ديكريمنت طبعا أنا هذا دا أحله بالطريقه اللي مو بيرفكت 100% بس دا اشوفكم شلون دا يمشي البرنامج ماشي هسه عندنا موف انتقل هذا وين للاي اكس الاي بي صار 3 افتهمنا هذا خو صارت مرقه هاي عندنا زين يا شباب بالنسبه للسنجل ستيب
من نريد نفسرها لازم تقول التنفيذ، التنفيذ او الاكسكيوشن. ولا واحد طبعا مجاوبني بالانجلش. الاكسكيوشن يصير، الاكسكيوشن يصير by one step. او مثلا تقول لي at run time the movement one step. هنا you backward، هنا من نسولف على step back. You backward your execution or run backward one step. We'll reload in order to release all the register. We'll run. You completely execute your program in one step. زين. انتقلت عندنا، انتقلت القيمة للريجستر. Single step. انجمع القيمة ويا الاف اف. تلاحظون يا شباب؟ نعم. الحد الان انا مستخدم ريجستر واحد يا شباب. زين. سينجل ستيب. انضافت القيمة لمن؟ انضافت القيمة للاكيوميليتر. هسه بس نلاحظ هذا اخر شيء. راح نجمعه نسوي له انكريمنت بواحد. تشوفون وين صار مقدار الزيادة يا شباب؟ هذا احتاجين اكثر من ريجستر واحد. هنا عندنا احنا ثلاث قيم. هسه احنا عندنا ثلاث قيم. زين. انا اللي هنا راح اوقف البرنامج. اوكي اكمل لكم الديكريمنت. شوفوا هسه عندك اخر قيمه، اخر قيمه يعني اللي دا اقصد وين يا شباب اخر قيمه وين؟ اللو. عافيه. الايلو. الايلو. الايلو هو اللي دي. سينجل ستيب نقص واحد، سينجل ستيب نقص واحد، خلص البرنامج. بس انا مو هذا الرايده. الرايده انا كنت، شوفوا من اريد اسوي هاي كومنت راح اسوي له فارزه، فارزه. اجي اكتب الاتي، راح اقول sub اي اكس. ايش قد تريدون ننقص القيمه؟ جديد. نعم. لا انا ما اللي طلبته من عندكم مو مقدار اثنين، اللي طلبته من عندكم خلي ارجعكم على السؤال. هذا السؤال قايل لكم ذين سبتراك تو فاليوز، اطرح من الناتج النهائي قيمتين. قيمتين يعني مثلا هالشكل. القيمه الاولى خلينا نفرض اي اف اتش، والقيمة الثانية اي اكس فارزة راح نقول مثلا 12. سؤال، اذا كتبت 12 هالشكل شنو يعني ما معناه؟ لا تستعجل. ديسمال. ديسمال. اذا اضفت لها الشكل زين. ليش استخدم، ليش دكتور ايهاب جاب هنا اس بي بي؟ شنو السبب؟ فيري جود. زين اسوي ايميوليت. صديقنا الدائم هنا ما يفتهم الا نحط له نحتويه بصفر. نسوي ايميوليت. هذا ان كلهم مفتهمين 1 2 3 للانكريمنت. زين هسه وصلنا للسب. انطرح القيمة الأولى، انطرح القيمة الثانية، خلص البرنامج. هذا اللي كنت رايده أني، ما كنت رايده أبو الديكريمنت. افتهمتوا شنو الفرق بين ال شوف هو ال يعني ما رايدت أني تو فاليوز، يعني ما رايدت قيمة اثنين تحديدا، ومستعد يعني نتناقش بالموضوع. ولا ردت انه تنحل بديكريمنت. هي كديكريمنت هو يقول لك انا انت طلبت تطرح قيمتين، انا مستخدم ديكريمنت. بس انا ما ردت يعني فرضا انه انا ما ردت واحد، يعني فرضا انا حددتك، انا حتى اساعدك ما كتبت لك هالقيم، بس مرة ثانية لا راح اكتب لكم القيم. واضح هنا واحد واحد. عمار وعبد الوهاب انتم بخندق واحد. هنا انا ما طالب انه نطرح
قيمة 2 هكسا. أنا طالب نطرح قيمتين. متفقين؟ لو عندنا شيء نتناقش عليه يا شباب. زين عمار وعبد الوهاب. الصح هيك، لو الصح انه نستخدم 3 ريجسترات، وشنو المشكله واذا استخدمنا 3 ريجسترات؟ يعني اي عافيه يعني. انتوا هسه حاليا ثالث، يعني مو مثلا اعاملكم معامله اللي المبتدئين، يعني كانه يا شباب فرضا انه احنا نريد ننقل كليتنا القسم مالتنا من مكان الى مكان، واضح؟ بالنسبه لصباح محمد خلف ويانا، اي عافية. كانه احنا نريد ننقل القسم مالتنا من مكان الى مكان. عمار جاء قال يابا انا اقدر انقل هذا كله وبنفس الوقت واستخدم سياره واحده. هذا الراي راي عمار وراي عبد الوهاب، ماشي؟ جاء دكتور ايهاب قال لهم لا، انا اريد انقل هذا القسم انقله باستخدام 3 سيارات. مع العلم هو يعني اوكي راح ينقلهم بثلاث سيارات، بس انت ليش مشغل 3 سيارات؟ انت تقدر تحله بسياره واحده. بالنسبه للكود فقصد القصد هسه وضحت الفكره؟ نعم. زين، يحتاج اسوي لاران مره ثانيه؟ القيم ذني اللي انا منطيكم اياهن، ذني الثلاث قيم ذني اجباريات. ذني القيم اللي منطيكم اياهن ذني قيم وليس ريجسترات. لو اريد اقول لكم ريجستر ما يعني كان كتبت لكم باي يوزنج 3 ريجسترز، بس انا منطيكم قيم ارقام. مفهوم ايش دا اقصد لو لا؟ زين، شنو المناسبة دا اقول لكم هذا الكلام؟ لانه اكو بالحلول راح يقولون حتى راح ترجع على الحلول، انت مو قلت الامتحان صار من الباست، لا وانا دا اوضح الامور حتى تكون واضحة بالنسبة لكم. اكو من ضمن الحلول حالين البرنامج بس مستخدم لي غير هذن القيم، مستخدم قيم اخرى، معوض بقيم اخرى. زين، عامر ثائر، شو تقول السب صح لو الدكرمن صح؟ السب هو الصح، بس هو الدكرمن مو غلط صح؟ زين اوكي، هسه افتهمنا يا شباب شنو هذا السؤال، شنو كانت الفكره مالته؟ صباح عندك سؤال انت ودلشاد على هذا البرنامج او على السؤال؟ بس احنا راح نظل ننقهر ونندم. اكو عندنا امتحانين، اكو عندنا اسمع اكو عندنا بعد امتحانين، اكو عندنا بعد امتحانين. صباح مفهوم السؤال والحل مالته لو لا؟ لا شو مو يعني مو حل يعني مو ذيك زين يحتاج عيده بعد؟ الباقين شو عبد الوهاب؟ عيد بالله عبد الوهاب. زين، بس اخر شيء قبل لا ننتقل للسؤال الاخر، عرفتوا شنو الفرق بين هاي سيمي كولون؟ يعني مثلا هسه اني اسالكم هاي من اوخرها واخلي سيمي كولون، من اخلي سيمي كولون شنو ما معناها؟ شنو هذا
سيمي كولون لما اوكي يعني بنسوي تعليق شنو الشيء البرنامج شبي شيء يعني شنو راح يصير ما دافتهم شنو التعليق يعني ما راح ياخذها ككود يا شباب بنضيف سيمي كولون قبل السطر ما راح يباوع عليه راح يباوع عليه كتعليق هذا يعني إلك مو للتنفيذ إلك مو للتنفيذ واضح صباح واضح دلشاد زين خلصت أنا البرنامج هسه من أريد أسوي أحفظ البرنامج وش أسوي سيف وإذا أريد أفتح برنامج قديم يعني أنا مشتغل عليه سابقا عافية زين هذا السؤال أكو راح ناخذ سيناريوهات مختلفة وراح نشوف شلون يصير التنفيذ زين نجي على طبعا هو يسألك سيف يس سيف لي زين أروح على السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده اللي ولا واحد حاله راح تقولوا لي بشرك الله بالخير زين هذا البرنامج كاتب لكم trace the following assembly code شنو يعني trace the following موجودين تقرون السؤال نعم شنو يعني trace شنو معناه لا يا شباب حتى اختصر لكم الموضوع تريس يعني تعقب يعني شنو تعقب يعني مو تروح تلحقه لا شنو الحالات اللي تصير بالريجستر بداخل هذا البيس اوف كود زين الكل مجاوبين على الشق الثاني اللي هو ما عليه يعني ذاك الوقت اللي هو determine if there is an error إذا هو هل هناك خطأ زين راح تقولون هو شون نسوي تعقب راح نجي ننفذ زين نظريا هنا ال خلي ننفذ لكم إياه حتى تكون الدنيا واضحة شباب ما أحد كمنطوق سؤال ما مفتهم شنو هذا التريس زين هسه راح نجي راح نناقش التريس ونناقش شلون ينحل المفروض زين هذا البرنامج مالتنا تمام زين اشو ما مخلينا هذا الخط مو الا اخليكم هذا الخط يعني ذيك المره كنا مسوين خط تتذكرون فاصل بين الفار وبين البرنامج تتذكرون لو لا طب. زين مبدئيا بدون تنفيذ لانه اكو واحد حال جاب لي النتيجه مال الريجسترات اللي بالاخير انا هذا انطيه صفر انا اعرف انه اعرف شنو القيم الاخيره بالريجسترات بس انا اريد الخطوات انا حتى لو تخلي لي خطا بس الخطوات صحيحه ما عندي مشكله زين الاكيوميليتر ايش راح ياخذ قيمه منو هذا ابو الفار 10 عبد الوهاب لا مو فار 10 فار 10 ايش قد تساوي وين يخزنه وين عافية اي صح افتهمنا شنو الفيلم يا شباب الباقين شون منو السؤال اي جاوب عامر زين وليش اخذها للاي ال عامر
انت مو كاتب لي اي اكس يعني 16 بت. لا عافية. هو راح اول ما تتذكرون من سوالفنا قلنا اول ما يبدي يملي من يسوي موف ينقل اول مره للاي ال وبعدين ينقل للاي اتش. هو الصحيح يعني هو هذا الصحيح. انت لما تبدي مثلا لما تريد تقعد ناس اول مره تبدي تترس المكان وبعدين تتحول للمكان الاخر. خلينا نجي نسوي رن. زين هذا الاي بي ليش 100؟ ليش؟ من خلال شنو؟ اورج 100 هكسا. زين سنجل ستيب لاحظ الاي بي صار 103. هذا اخو صار مرقه افتهمناه. الفار 10 1 نقله اخذه. الفار 2 ايش قد؟ 1 هكسا. وين ده ينقل؟ ده ينقل للبي اكس. سنجل ستيب نقل للبي اكس. ده تلاحظون شلون ده يتملى اول مره الاي لو بعدين البي لو. هذا اللي كان المطلوب. انا ما اريد الاي بي ولا اريد هذا السيكونس. تجي مثلا تكتب الاي اكس الاي اكس وبين قوسين الاي لو تساوي 01 بعدين البي اكس البي ال 01. زين سنجل ستيب الدي اكس الدي اكس ايش قد صار بها القيمه مالتها؟ منو دي يشوفه وياي؟ ها يا شباب العفو سي اكس السي اكس السي اكس شنو صار بها؟ فار 3. فار 3 شنو؟ فار 3 كيو كيو. اها المفروض تكتب لي اما تكتب السي اكس السي اكس ايكوال تو كيو كيو او تكتب لي السي اكس تساوي الاسكي اوف كيو. يعني على مود اني لانه انا ما منطيكم الاسكي كود مالتها حتى اذا اشوفك انت ايش راح تكتب لي. فانت ما مكتب ما كاتب لي هذا الموضوع. فهسه السي اكس صار ب 51 51 يعني الاسكي كود مال الكيو كابيتال لتر. واضح لحد هنا؟ دلشاد واضح؟ صباح واضح؟ زين سنجل ستيب هسه الدي اكس قلنا شنو القيمه؟ القيمه مالته هذا بالباينري. القيمة مالته بالباينري تحولت لمن؟ تحولت الهكسا. واضح؟ نعم. زين هسه احنا على اي ال، الاي ال شنو الفار 5؟ 7. شوفوا سنجل ستيب وين القيمة؟ القيمة القديمة راحت هسه جت القيمة الجديدة اللي هي 07. زين وراها الاي اتش الاي اتش فار 6 كتبنا. شوفوا الاي ال بس لانه حددنا احنا الفار 6 على الاي اتش سنجل ستيب انتقلت القيمه مال السي اتش السي ال سوري السي ال اللي هي الدبليو. ايش قد قبل كانت؟ كانت يعني هسه خليني اسوي لكم باك ستيب. ايش قد كانت القيمه مال السي ال يا شباب؟ هنايا 51 اللي هي قيمة شنو بالأصل؟ الاسكي كود مال منو؟ الاسكي كود مال الكيو كيو واحد يا عمار كيو واحد. الواحد وخمسين هي قيمة الاسكي مال الكيو الكابتل لأنه الاسكي كود يختلف لما نكتب كيو كابتل أو نكتب كيو سمول. فمن كتبنا من كتبنا الكيو زين بالامتحان مثلا ما جاب لكم التيبل مال الكيو وانا اقعد ادور بالتيبل لا. اما تكتب بس تكتب لي اسكي يعني يساوي قيمه الاسكي مال الكيو كيو كيو كابيتال
وإذا تعرفها بعد أحسن، أو حتى لو تكتب لي السي أكس صار بي هاي القيمة. زين، نلاحظ هنا ال 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 ال, ال, ال هنا من داتا وورد انقلب الى داتا بايت، معناها انه اذا نستخدم هسه شنو 8 بت سنجل ستيب، انتقلت ال دبليو سمول اللي هي الاسكي مالتها 77 وين راح؟ وين راح؟ راح للسيلو. للسيلو. زين، هسه ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا السي اتش، راح نعطي هاي القيمه اللي بالباينري سنجل ستيب. شفتوا هاي القيمة؟ هاي القيمة ال 51 اللي كانت مال الاسكي مال الكيو تحولت الى هاي القيمة بالباينري، لانه انا قايل له انقل لي هاي القيمة. هاي القيمة. الحال انه احنا كم ريجستر مستخدمين يا شباب هنا؟ عندنا 1 2 3 4 ريجسترات، تمام؟ زين، وراد انا راجع مغير على ريجسترات 2. فالمهم المجموع عندك انت 4 ريجسترات. انا ما اريد الناتج النهائي، انا اريد هذا الخطوات شلون 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 بدينا من البدايه للنهايه. يعني انت مثلا هسه خلي اسد البرنامج، هسه بعد ما شفنا البرنامج راح تجي تقول، حتى لو تجي راح تقول اول شيء الاي اكس يعني الاي لو راح يصير بقيمه 1. زين، بعدين البي اكس يعني البي لو راح يصير بقيمه 1، تمام؟ تمام. السي اكس لانه انت منطي فار 3، نجي على فار 3 ايش بيها؟ كيو كابيتال. راح تجي تقول السي اكس يساوي الاسكي كود للكيو كيو كابيتال لتر. زين، الدي اكس انت جاوبوني شنو ايش راح يصير بيه؟ الدي اكس شنو ايش راح يصير بيه؟ اي شنو قيمة فار 4؟ راح انا ما اريد تحكوا لي فار 4، انا اعرف فار 4، تقول لي يابا هاي القيمة، هاي القيمة، انتبهوا علي، هاي القيمة اللي هي بالباينري راح تتحول للهكسا. تتحمل بالريجستر اللي هو الدي اكس. اول ذني راح يصيران بال وين الفار 4؟ بالدي هاي، وذني راح يصيران بالدي لو. هاي اذا انت تريد مثلا يعني تقوي الحل مالتك حتى تاخذ درجه كامله. افتهمنا هاي الفقره لو لا؟ ليش هاي للدي اتش وهاي للدي لو لا؟ زين، بعدين الفار خمسة راحت للايلو اللي هي 7. طبعا هنا نلاحظ صارت داتا بايت، معناها 8 بت. فالشغل مال القبل مال الاي اكس راح نبدي هسه نجي نشتغل لا نص من الريجسترات. اول مره صارت 7 بالايلو، بعدين 16 بالاي هاي، بعدين دبليو سمول الاسكي كود مال الدبليو سمول وين راح؟ للسيلو. يعني احنا نغير المحتويات اللي ذكرناهن مال الاي اكس والسي اكس. جينا اخر شيء للسي اتش، حطينا بي القيمه الاتيه، اللي هي هاي مال الباينري، هاي مال الباينري. يا شباب لحد هنا اكو عندنا سؤال؟ واضح. دلشاد وصباح واضح؟ انا على مود يعني تستفادون من الوقت. انا ما رايد شرح، يعني مثلا الحل راح احللكم، اختاروا خطوه من الخطوات دا احللكم اياها حتى تعرفون شلون تجاوبوني بالامتحان من اجيب لكم تريسينج. اوكي، راح نحل اول خطوه، راح تقول لي اي اكس تساوي اي ال، يعني هيك نقطتين تساوي اي ال
تساوي قوس راح تقول لي واحد بي اكس نقطتين تساوي بي ال تساوي واحد اكس. انا افتهمتك انه انت ايش تقصد، يعني انت عندك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمان خطوات. اذا مثلا شخص، اذا شخص يكتب يعني حتى يزيد ال 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 الحل، ممكن ممكن يقول، ممكن يقول 0 0 سوري 0 0 0 1 هذا الناتج النهائي، مفهوم؟ يعني انا اللي داريد يا شباب، هسه لو نجي هنا نشوف، انا اذا اريد السيتويشن مال هذول الاربع ريجسترات، طيب سؤال، احنا لما تذكرون لما كنا نقول الفلاج، وما خلي احلكم اياها، يعني هسه مثلا لما اجي اسوي لها، انا ما اريد انه تجي تسوي لي ران، ما اريد تسوي لي ران وتقول لي والله الاي اكس هي صار، البي اكس هي صار، السي اكس، الدي اكس، لا انا ما يعني انا مو دا اسالك انه انت برنامج، لا انا اريد اسالك على فهمك، على حتى لو عندك خطا بالخطوات من دا تعوض، ما يهمني بقد ما، مو يعني ما اباوع عليه وانت مطلع لي الناتج النهائي، شو اسوي بالناتج النهائي يعني؟ واضح؟ الباقين محمد صباح، صباح وياي، افتهمتي؟ اعيد الكود، اعيد يعني عرفتوا هسه لما يجيكم تريس شلون لازم نحل؟ اي اسالي، مو هاي انا كاتب لك شيء جوا؟ تشوفين هذا السطر اللي جوا؟ للسي اكس. اوكي خلينا نوخر هذا. من يجاوب؟ من يجاوب؟ من يجاوب السي اكس؟ السي اكس، شوف يا صباح، سي اكس فار 3، نجي على فار 3 راح نجي نقول سي اكس تساوي، راح نقول اسكي كيو كيو كابتل، خلص هذا هو. انا افتهمت انه انت ايش تقصد، انا متعمد ما اعطيك الارقام حتى ما ادوخك، لانه بهالحال، بهالحاله لازم شو اسوي؟ اعطيك الاسكي كود تيبل مال الكابتل والسمول والسبيشال كاركتر، راح اخليك تقعد تدور وضيع وقت، بينما انت بس كتبت لي هذا الشيء انا خلاص افتهمت، انا اشتريت، انا لك مني درجه كامله. افتهمتي صباح؟ زين، من يحل لي الفار 7؟ يعني السي ال شنو راح يصير بي؟ راح تقول لي سي ال ايكوال اسكي اي فار 7، فار 7 اي فار 7 سي لو ايش بيك؟ دبليو سمول. اذا مثلا اذا انت الله موفقك تقدر شو تقول لي؟ تقدر ورا هاي الخطوه تقول السي اكس تساوي اسكي اول مره كيو كابيتال اسكي دبليو سمول. هسه انا عرفت طبعا، واذا تريد يعني شويه راح تقول السي اتش هنا تكتب لي سيلو،
خلاص انت ما خليت بعد ثغره بينك وبين الدرجه الكامله. مفهوم صباح؟ شباب الباقين زين اوكي. طبعا انا هذا راح بس اذا اكو واحد من عندكم يعني يقدر ياخذ. شباب اذا احد يعني اذا تشوفون المحاضره بالموبايل بس اخذوا سكرين لهذا الشيء. هاي راح اكبر لكم، اخذوا سكرين لهذا الحل، مو كل الكود. الكود راح اخليكم اياه، الكودات اللي دا استخدمها راح اخليكم اياها، مو مشكله مو مشكله. هاي راح اخلي كومنت وانا اعود انا من هذا اساعدكم يا حتى تفهمون، مو مشكله. انا بس يعني خليتكم يا كومنت زين. خلي اجيبكم بالله فد شيء قديم يعني مال الكود اشوفكم شلون نحل. بس خلي ثواني اطفي البرزنتيشن. لا هو حتى اذا اطفي البرزنتيشن راح يطلع عندكم بالتسجيل. انا راح اجي هسه اريد اسوي نيو، هذا راح اقول له سيف. زين هنا ايش نختار من ذولا يا شباب؟ اوكي نجي نقول كنترول في. زين انت البرنامج، هذا البرنامج اللي هنا عندنا. تشوفون هذا هاي القيم يا شباب هنايا مثلا، هذا مو هاي مو هاي مو هذا الكود، مو الشفره هاي هنا، هذن القيم. شنو ذني؟ من يعرف يقول لي يعني هذا شنو معناه يا شباب؟ هذا التريس. لا تريس تريس هذا التتبع، انه ده نتبع. يعني مثلا اذا جاب لكم دكتور ايهاب تريس ذا فولوينج كود او وات از ذا ريزلت اوف اكسكيوتينج ذا فولوينج انستراكشن سيكونس او وات از ذا ريزلت اوف اكسكيوتينج ذا فولوينج كود او اسامبلي لانجويج، كلهن نفس الشيء. يعني انا اريدك تسوي لي تريس. يعني مثلا هنا الدي اكس صار بي 1 2 3 4 بالهكسا. طيب من اجي هنا اجي اسوي ران. اوكي صح والله حق، اني اسف اني اسف. انتر هنا عرفت شنو الغلط؟ كان عندي شنو الغلط؟ يعني ما يصير تو انستراكشن، مثل ما ما يصير نجمع ثلاث ريجسترات او اربع ريجسترات بعاز واحد. ليش؟ من يعرف شنو السبب؟ ليش؟ الو سؤال واضح لو لا؟ شنو السبب؟ ليش؟ يعني هسه مثلا سي ال اي ال واجي اخلي مثلا بي اتش، يصير هذا؟ ليش؟ شنو السبب؟ السبب لانه انت عندك دائما الستركتشر مالتك التطبيق يعتمد على سورس وديستنيشن، سورس واحد وديستنيشن واحد.
راح اجي اسوي ايميليت سنجل ستيب الدي اكس قصر ب 1 2 3 4. شنو اللي اختلف عن هذا البرنامج 1 2 3 4 صح؟ فهيك التريس صباح هيك التريس يا درشاد الطلاب البقيه هذا التريس اللي انتم ينطلب من عندكم هيك يعني خطوه واحده. وهذا البرنامج هم راح اضيف لكم اياه ويا يعني شوف هذا هسه البي اكس هيك صارت قيمته الاد اضاف الدي ال للاي ال اللي هي القيمه مال الـ مال الـ مال الاد انه البي ال والموف واضح له لا منين الدي ال منين انضافت اخذ القيمه مال البي ال اللي هي قد قيمه البي ال القيمه الاي ال صارت 99 ليش حول البي ال عليها وجمعها ويا من ويا الدي ال اللي هي شقد اللي هي 34 وين صراحة ينخزن قيمة الجمع بالاي ال بالاي ال راح ينخزن قيمة الجمع واضح لحد هنا الباقين زين هذا راح اضيف لكم اياه ك سيف از على مود يكون واضح اكزام 3 يعني ويا الامثله مال الاكزام ويا الامثله مال الاكزام اوكي اكو سؤال لحد هنا شباب الباقين عامر واضحه الامور بالنسبه لك ماشي خلي اطفي التسجيل